اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. أسلفت أن الإمام علي صلوات الله عليه قال لولده الإمام الحسن صلوات الله عليهما في وصيته العظيمة والمشهورة عند انصرافه من صفين: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك. أبينت. أضيف أن الأمل للإنسان هو من الأمور الذي يغرر بها عليه، والإنسان إذا جاب الآمال لنفسه ما يطلع من هذه المشكلة أبدا، لأن كما بينت أن الأمل يسهي العقل وينسي الذكر، وهو غرور وصاحب مغرور. لو كان للإنسان كونا لأراد كون ثاني، ثنيا لأراد ثالث، وإلى ما لا نهاية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال العبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. يقول البعض: أطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات عشية فقال: أما تستحيون من ربكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: إنكم تجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون بعد، وتبنون ما لا تسكنون. وفعلا الإنسان يجمع لغيره، والحقيقة الإمام صلوات الله عليه يقول أيضا في نهج البلاغة وفي وصيته لولده الإمام الحسن بأبي وأمي: ولا تكن خازنا لغيرك. إن شاء الله تعالى أمر على هذه العبارة في حينها. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، اللي هو الموت، ما تتعدى كما أسلفت. بعد ذلك يقول بأبي وأمي: وأنك في سبيل من كان قبلك. يعني أنت يا ولدي، وأنا بينت أن هذه الوصية مو للإمام الحسن صلوات الله عليه، وإنما لجنس البشر، يعني من كل والد إلى ولده. وأنك في سبيل من كان قبلك، يعني أنت في طريق من كان قبلك من الأموات، يعني تموت كما مات الأسلاف قبلك في ذلك الطريق. وهذه الحقيقة التي لا يمكن الهروب منها. ليش؟ لأن الدنيا كما يقول الإمام علي صلوات الله عليه أيضا في نهج البلاغة: الدنيا دار مجاز. خل أقرأ لك النص: أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز. شنو يعني مجاز؟ يعني يجاز بها إلى الآخرة، يجاز بها إلى الآخرة، يعني ممر إلى الآخرة. ولذلك سمي المجاز مجازا عند أهل الكلام، لأن المتكلم قد عبر الحقيقة إلى غيرها،
تلاحظ شلون؟ إذن الدنيا دار مجاز إلى الآخرة. أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، يعني دار استقرار. فخذوا من ممركم لمقركم، تزودوا من هذا الممر إلى دار المقر. إذن الدنيا يسلك بها إلى الآخرة، الإنسان يجب أن يموت فيها قبل أن يموت. موتوا قبل أن تموتوا، وأنك في سبيل من كان قبلك. شوية الإنسان لو يفكر، هو قبل الموت يكون في ذلك السبيل الذي مر به السلف اللي قبله، مضوا من هذه الدنيا. أضرب لك مثال، فلينظر الإنسان إلى شكله. طبعا ولا شك هذه السنة مو مثل العام، ولا العام مثل أول العام، ولا القبلة مثل القبلة. وانزل لما يشوف شكل الإنسان بعد مرور السنين والأيام، يشوف ذاهب بعضه، يشوف ذاهب بعضه مو. إذا مضى العمر وذهبت الأيام، يذهب الكثير من الإنسان قبل أن يموت. يعني إذا ذهب يوم من عمرك، يذهب بعضك، تذهب إلى الشيخوخة، بعدين ذلك العالم يوديك إلى أن تكون هرم، والشباب ما يرجع. إذن كل ما يكبر الإنسان فهو في انتقاص مو بازدياد. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً وسهلاً بكم من جديد في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. بينت أن الإنسان كلما كبر به العمر صار في انتقاص، والبعض للأسف تجي تقول له، ها، يقول لك أنا دا أحتفل في رأس السنة، ولم يعلم بأنه مغبون وهو يحتفل. يعني أنا ما شايف واحد يحتفل في انتقاص عمره. شو يقول أبو الطيب؟ أبو الطيب أبو المحسد، ابنه اسمه محسد للمعلومات، أبو الطيب المتنبي ابنه اسمه محسد، قتل معه. يقول: إلى كم ذا التخلف والتواني، وكم هذا التمادي في التمادي، وشغل النفس عن طلب المعالي، ببيع الشعر في سوق الكساد، وما ماضي الشباب بمسترد، ولا يوم يمر بمستعاد، إذا ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي في ازديادي. ناية موضع الشاهد. إذا ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي، وين؟ في ازديادي. كل ما أتقدم بالعمر كلما يذهب بعضي وأنتقص. إذن كون الإنسان أولا يحسبها صح، يأخذ
من شبابه لهرمه، يأخذ من صحته قبل سقمه، يأخذ يجمع من الزاد، يجمع من ذلك الممر. وقلت لك الدنيا دار مجاز، يعني يجاز بها إلى الآخرة. الإمام صلوات الله عليه يقول: فخذوا من ممركم لمقركم، أخذوا من ممركم إلى دار الاستقرار، دار الحيوان كما يقول القرآن الكريم، يعني دار الحياة الباقية الدائمة، لا يضيع للإنسان هذا العمر اللي هو 60 سنة. ما معقولة الإنسان يضيع بهذا العمر، هي مو أكثر ترى، لو 60 مو أكثر من 60 سنة، أو 70 روح 100 وبعدين كل معدود. شنو؟ كل معدود منقضي، يروح ينتهي يبلى، والمصير والمآل واحد، والنتيجة واحدة. من كان لا يطئ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك في التراب وبينه شبران كان بغاية البعد. مش بعد عنك، أنت في عالم وهو في عالم. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لما يعرف المولى من العبد. هسه أنت دروح طلع لك عظام مال خادم، وطلع عظام مال ملك، هل يوجد فرق؟ كلا وألف كلا. مثل ما قال الإمام علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة: جيران لا يتأنسون. واحد بصف الله، قبر بصف قبر، لا يتأنسون، مو ملك وخادم، لا، أحباء أقرباء، أب وأبيه، زوج وزوجتي، يقول هم جيران لكن لا يتأنسون، وأحباء، واحد يحب الآخر، لا يتزاورون. عجيب. ارجع إلى هذه الخطبة الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة، لما يمر على الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من بعد ذلك وبعد قراءته للكلمات يقول الإمام: يا له مراما ما أبعده، وزورا ما أخفله، وخطرا ما أضضعه، لقد استخلوا منهم أي مدكر، وتناوشوهم من مكان بعيد، أفبمصارع آبائهم يفخرون، أم بعديد الهلكة يتكاثرون. ارجع للخطبة، الإمام صلوات الله عليه يقول: وكم أكلت الأرض، شوف الحقيقة المرة، وينها العيون النجلاء، وينها الخدود الأسيلة، وين الفراش الدافئ الوفير، وينها قامة الإنسان، لا قام بعد اليوم. وكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون، كان في الدنيا غذية ترف وربيب شرف. أكلتهم الدنيا، لو ما أكلتهم راحوا ذهبوا، أكلهم التراب، لو ما أكلهم
الإمام صلوات الله عليه أيضا في نهج البلاغة يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، أذللها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. الله أكبر. الإمام صلوات الله عليه يقول، أعود إلى الخطبة، يقول: بأبي وأمي لقد رجعت فيهم أبصار العبر، وسمعت عنهم آذان العقول، وتكلموا من غير جهات النطق. العبائر إن شاء الله تعالى أمر عليها مفصلا إذا وفقنا. يقول الإمام: بأبي وأمي وتكلموا من غير جهات النطق، يعني تكلموا بلسان الحال لا بلسان القال. إيش قالوا؟ فقالوا: كلحت الوجوه النواظر. الكلح هو التكشر مع عبوس، بس مو الابتسامة، مو الضحك، لا، شون الأسد يقال كشر عن أنيابه، هذا الكلح. فقالوا: كلحت الوجوه النواظر. شوف، ارجع وياي إلى النص. الإمام يقول: لقد رجعت فيهم أبصار العبر، وسمعت عنهم آذان العقول، وتكلموا من غير جهات النطق. فقالوا، الأموات حكوا: كلحت الوجوه النواظر، اللي كان بيها نظارة رونق، وخوت الأجساد النواعم. هاي الأجساد النواعم خوت وبلت وتفسقت، راحت فسخت. ولبسنا أهدام البلا. نعم، هكذا يتعظ بالأموات، يكون الأحياء يتعظون بالأموات، فلئن انقطع الميت عن الأحياء فلقد رجع إلينا الميت ثلاثة أشياء. إيش قال لنا؟ كلحت الوجوه النواظر، وخوت الأجساد النواعم، ولبسنا أهدام البلا. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.